أيها المؤمنون، إن الإسلام دعانا إلى خلق جميل رفيع وراق، دعانا إلى خلق أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر به الأمة الإسلامية جمعاء، فقال سبحانه وتعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فبهذا الخلق العظيم تمتلئ القلوب محبة وتنتشر الطمأنينة والسكينة بين العباد، ويحقق المؤمن بالعفو العزة وشرف النفس، وينال المؤمن بالعفو محبة الله عز وجل ومحبة الناس. عباد الله، إن العفو ضرورة في الحفاظ على وحدة المجتمع والجماعة، إن العفو ضرورة في الحفاظ والمحافظة على وحدة المجتمع والجماعة وعلى لحمة الأسر، فهو الذي يجعل المسلم ينسى ما تقدم وما مضى من هفوات الآخرين. فالمؤمن أيها المؤمنون دائما ينسى أخطاء المسيئين الذين أساءوا إليه، حيث أنه يعفو عليهم ويصفح ويتجاوز. المؤمن أيها المؤمنون بخلق العفو لا يؤنب ولا يعاقب ولا يعاتب ولا يقبح ولا يخاصم ولا ينتقم، بل يعفو ويصفح كما كان يفعل سيد العافين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب أروع الأمثلة في العفو مع جميع مكونات المجتمع. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم القمة الرفيعة والدرجة العالية في العفو والصفح، كما هو شأنه في كل خلق من الأخلاق الكريمة. فكان عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل الأعداء فضلاً عن الأصحاب. أيها المؤمنون، في الجمعة الماضية تحدثنا عن عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكفار وعن اليهود وعن المخالفين وعن المسيئين، واليوم نقف عند عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقف عند عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمنين، وكيف كان عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين. ونحن في هذه الأيام، في هذه الأيام المظلمة التي تمزق فيها صفنا وتشتت فيه شملنا وتباعدت القلوب وتناحرنا فيما بيننا على أمور تافهة في حاجة ماسة إلى هذا الخلق الإسلامي الرفيع الذي اتصف به سيد الكونين والثقلين، واتصف به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أسوق لكم أيها المؤمنون قصتين عظيمتين، قصتين عظيمتين حدثتا
زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأخذ العبرة من القصة ونتصف بخلق العفو الذي أمرنا الله به، فقال: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هو شعار المؤمن، دائما يعفو، دائما يصفح، دائما ينسى الإساءة التي يواجهها صباح مساء. هذا صحابي جليل هو حاطب بن أبي بلتعة. هو حاطب بن أبي بلتعة. ماذا فعل حاطب؟ حاطب بن أبي بلتعة أفشى خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربية، قام بإرسال خطة رسول الله إلى قريش. حاطب بن أبي بلتعة أيها المؤمنون، الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقبلا على غزوة وعلى فتح، فقام حاطب بن أبي بلتعة قام بإفشاء سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفار مكة، إلى قريش. جريمة ما بعدها جريمة. أعظم ذنب في الوجود هو الشرك بالله، والخيانة العظمى من الكبائر في الإسلام. فحاطب بن أبي بلتعة لم يرتكب صغيرة من الصغائر، إنما ارتكب كبيرة من الكبائر. حاطب بن أبي بلتعة من يخدم ومسرم وانيتا الخطة الرسول صلى الله عليه وسلم اسكت مارا غالكفار غقريش. فجاء جبريل، نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد أدرك المرأة. مين أدرك المرأة؟ لأن حاطب بن أبي بلتعة كتب الخطة، يرى الخطة، خطة رسول الله والخيانة العظمى في القانون العالمي الجنائي عند الإعدام مجموعة من الدول الآن إلى يومنا هذا. فأرسله مع المرأة، وأخذت المرأة ووضعت الكتاب في شعرها، فمغاث أنعم سيدي ثمود شوف الناس خمر ذاس الكتاب الخطة. فنزل جبريل عليه السلام وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أدركي المرأة. فأدركها فقالت: ليس معي كتاب. فهددها علي بخلع الثياب فأعطت له الكتاب، فعاد علي بالكتاب إلى رسول الله. الناس علي بن أبي طالب ثم غافي يما تكسر الكتاب ني غام تجي في الكيد شوف النم ني غدا من كسار الروض. الناس لا غرديني لا هالكتاب ومثيوك شين حاطب بن أبي بلتعة. انظروا أيها المؤمنون، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب القلب الرحيم قال له: يا حاطب، ما حملك على فعل هذا؟ يا حاطب، ما مثقف منايا، ما مثخونذ، ما مثخونذ مسرمن. أيها المؤمنون، نقف عند هذه القصة. يايث مثل مارة ونذينا نشوور نغس شوور أور ضم الزيان وأعاديه ولا أعفو عنه ولا أسامحه. أليس كذلك أيها المؤمنون؟ هذا حاطب بن أبي بلتعة يرتكب الخيانة العظمى، خان الله والرسول والمؤمنين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على فعل هذا؟ من مثقل منايا يا حاطب؟ فقال له حاطب منكسرا: يا رسول الله، إني رجل في القوم ليس له أهل ولا عشيرة. نشدي جمعيز ذي القوم ذي قريش
وغارر فاميليار مدكر، فتركت أولادي عندهم فصانعتهم على أولادي. يعني قيس الصلح مركة غرب الكفار وقريش أن لا يؤذوا أولادي، إقوذ خار والنص أقين دي مكة، إذا انتصرت قريش أن تؤذي أهله وأبناءه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف، فقام فاروق هذه الأمة، قام عمر بن الخطاب، القصة في البخاري، قام عمر بن الخطاب وقال له: يا رسول الله، إن الرجل قد نافق، دعني أضرب عنقه. يا رسول الله وقي نافق، دعني أضرب عنقه. وشي الإذن أسكسغش جيف، لأن الخيانة العظمى. انظروا أيها الإخوة الكرام للألفاظ، انتبهوا، لم يقل عمر بن الخطاب إنه رجل منافق، قوذ المنافق. انتبهوا، احنا خويا المسلم وما يمسلم مالك إخفى كذي ذروس قصد المنافق. نحن نصف الفعل ولا نقول للشخص أنت منافق، لا يجوز تريد بنادم أنت منافق، بنادم يتلمو عيدني، بنادم يخذا كيش، منافق منافق. أتعني ماذا هذه الكلمة؟ كلمة خطيرة. هذا الرجل ارتكب الخيانة، فقال عمر، انظروا إلى أدب عمر: يا رسول الله، إن الرجل قد نافق، ولم يقل إن الرجل منافق، قد نافق في هذه الفعلة، دعني أضرب عنقه. وشي نشدس غيك سنيري غيوانيتا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عمر، إنه من أهل بدر. غسل حسنة غوانيتا، عريزة غوانيتا، إجن مني غسل حسنة. إنه شهد بدرا، إحضى معركة بدر، إنه قد شهد بدرا، وإن الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فأنزل الله سورة كاملة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تنزل سورة الممتحنة كاملة. هذا هو عفو رسول الله مع من أيها الإخوة الكرام؟ مع من خالف أمر الله وأمر رسول الله، ومع من قام فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفى عنه لماذا؟ لأنه من أهل بدر، لأن له حسنة تشفع له. دائما أخي الكريم، أرى الكمال لله سبحانه وتعالى. أنا عبد ضعيف، أنا عبد ناقص، أنت عبد ضعيف، أنت عبد ناقص. دائما انظر إلى العمل الإيجابي الذي يقوم به أخوك. غزغ الحسنة في غاس غومش، غزغ الحسنة في غومش كجد الجماعة، فران غاس الحسنة ذا سبحان تسبحان 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 غاس بنتو يذعفان، معليش إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. نشين ونخزبو غا الحسنة الإنسان مرة، نخزالي لغا السيئات النس، الخطأ النس. بالله عليكم، هل يوجد معنا إنسان خان الله وخان رسوله وخان رسوله وأفشى سر المؤمنين؟ أبدا. فلما العداوة والبغضاء فيما بيننا؟ القصة الثانية، وهي قصة معروفة كذلك، مخالفة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله وأمر رسوله وأمر المؤمنين، مخالفة واضحة وضوح الشمس. وفي غزوة أحد، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة: احموا ظهورنا، قد تهوم، إياكم أن تتركوا الجبل خاليا، قد تهوم زكوذراني، قد كنويج الضمن غنربح، أنتم الذين تحمون ظهورنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن رأيتمونا ننتصر فلا تنزلوا، وإن رأيتمونا لنهزم فلا تنزلوا. كنو قيم الدين. لكن الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا على جبل أحد
أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يرتعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحبا لأبي بكر، وحبا لعمر، وحبا لعثمان. فماذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم؟ رأوا أن الدائرة للمسلمين، فنزلوا ليأخذوا الغنائم، فإذا بالعدو يلتف وينقض على المسلمين، فكانت هزيمة المسلمين. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاد الناس ماشي راه ما سمعوش القائد ديال الجيش، هؤلاء لم يسمعوا لرسول الله، خالفوا أمره، فغضب عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في المعركة فقد كبار الصحابة وعلى رأسهم حمزة، وعلى رأسهم حمزة، حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الرجال في أحد. وأنتم تعلمون ما جرى للمسلمين يوم أحد، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغضب خسن يتوري مسرمن موثن خصان كبار الصحابة وسرن بول الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثلن بول أوامر الناس، خضان عصى الله، عصى الرسول، عصى المؤمنين. فقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا رسول الله، يقول الله عز وجل لحبيبه: يا حبيبي ويا خليلي ويا رسولي ويا نبي، عليك بالعفو وعليك بالرحمة مع هؤلاء، أحمصن غفارصن سمحسن وخخضان وتتشقر النش. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما هي الأوامر التي جاءت؟ اعفو عنهم. قال رسول الله: عفوت عنهم. اعفو خسن، عفوت عنهم. واستغفر لهم، استغفار اصن اجي خضش كاكس الاستغفار. واستغفر لهم، هذه الثانية. والثالثة: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. المخالفين تعامل معهم الرسول صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال. هذا المسلم الذي يتواجد فيما بيننا، أخونا الذي أخطأ معنا، اعف عنه، استغفر له، شاوره في أمرك وشاوره في أمر المسلمين. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لمن هذه الآيات؟ لرسول الله وللأمة. كيف نتعامل مع هؤلاء المخالفين؟ هذا المثل الثاني لرسول الله، مثل لصحابي ومثل لتابعي. الصحابي هو فاروق هذه الأمة، فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب. يدخل عليه رجل ويقول له: ايه يا ابن الخطاب، اه يا مثل الخطاب، والله ما تعطينا الجزل. ودختي الشديد اللي الحاج تمزيان كتعطينا غير حوايج صغارين. فغضب عمر، لان عمر يعدل في السوية عمر بن الخطاب. فأراد عمر أن يبطش به، فقال له الصحابي الجليل الجالس عنده: يا أمير المؤمنين، اسمعوا أيها المؤمنون، يجني التهمشك إنكش كذا شفع، التهمشك وتجيبوا العدل وفرق ذبو السوية. يتهم عمر في أمانته. هل الاتهامات اللي عندنا اليوم في هولندا للمسلمين كل شيء؟ بنذم ذي الجو، ذي قيم،
وغنغنشين الا وين دشفا ويوشا وين دشفا ويوشا خائن اباني ذلك لان ما يم حتى نهار وغنبطي قجارن اي مشروع اسلامي يزد نهار هذه هولندا اي مشروع اسلامي يسد اي مشروع جاء للمسلمين في هولندا نحاربه لاننا لا نثق في احد وغنبطي قجخ في النغوه نتقي ونكجن هذه هي الطامه الكبرى ديال المسلمين في اوروبا والمسلمين في هولندا ما كيتيقوا حتى في اي واحد ناضي يدير شي مشروع لله للمسلمين عنده المصلحه نعم عندي المصلحه منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ولذلك دائما نقول للاخوان العاملين في الحقل الدعوي والحقل الخيري استمروا استمروا في عملكم ولا تلتفتوا لاحد فان رسول الله قد اتهم وعمر بن الخطاب اتهم بانه يخون الامانه يتهمه الرجل بانه يخون الامانه فقال ايه يا ابن الخطاب فاراد عمر بن الخطاب ان ينقض عنه فقال له صحابي جليل جالس عنده يا امير المؤمنين ان الله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم شوف قال له ان سجل الايه سينوها سجل الايه لو كان عندنا القلب واحد الايه يقراها عليك مسلم امام فقيه داعيه يقول لك هل قال الله سمعنا واطعنا المؤمنين من نتسن المؤمنين غير سن القصيده ربينا على رسولنا يقراك سمعنا واطعنا لكن يوذن غير سن قال الله قال الرسول يقراك لا وجويا مني والله ماذا السمع والله ربينا على رسولنا والله ماذا السمع وروح خسم مني قراش قصيده ربي وهذا كيتسمع حشا عمر بن الخطاب يسمع الاتهام في مجلسه فيقول له حافظ القرآن يا عمر إن الله قد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فوالله إن هذا لجاهل إن قوانة هذا الجاهل فوقف عندها عمر وما عاقبه لأن الأصل الإنسان الذي يتهم الإنسان يجب أن يعاقب وجبنا الذي قيم الذي قيم فاق الشغر وها وجدي كغصبح وجدي بذي اتهم المؤمنين ولذلك اللي كيتهم شي واحد ما عندوش البينه يعاقب وخد حتى القانون الهولندي وخد المحكمه الهولنديه دخلوا للسجن ما كان مشكل علاش لان هذا عنصر فاسد في المجتمع تعظه ترسل اليه تجالسه لا يتعظ لا يسمع هذا يطبق عليه القانون أمير المؤمنين يقول له عفوت عنك ونختم بقصة للتابعين كيف كان خلق العفو هذا الخلق الذي نشره الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم بن أدهم وهو من العابدين التابعين الزاهدين مر عليه يهودي ومعه كلب وذيك كدخ إبراهيم خ العالم إبراهيم بن أدهم ومعه كلب فقال اليهودي لإبراهيم بن أدهم إن يا إبراهيم ألحيتك أطهر من ذنب هذا الكلب شوفوا الكلام أراد أن يستهزئ به إن ساعش مارنش ويجي صفا ويجي طها ألحيتك أطهر من ذنب أنوار مخزنة عزكم الله إن سويجني إطهار الصفا ما يرحي النش ما ذنوار مخزنة ونيتا أم أن ذنب الكلب أطهر من لحيتك تصور أنت الأخ الكريم يقول لك واحد ويصفين ما شك ما يقزين ما يذن مخزنة ونيتا السيني غنشتار ريدي ذا قزين ياك انظروا إلى الدعوة وانظروا إلى ثمار الدعوة قال إبراهيم بن أدهم الحكيم الواثق بموعود الله عز وجل قال له يا هذا إن كان ذنب الكلب في الجنة ولحيتي في النار فذنبه خير من لحيتي وإن كانت لحيتي في الجنة
فلحيتي خير من ذنبه. إن سماران أنوار ونقزيني النش خار أقدي الجنة قيان وار ونقزيني النش خاز قعش معينو، ولكن ما ريعش معينو أقدي الجنة أقزيني النش لا قيعش معينو ذي النش خاز زيك. فماذا فعل اليهودي؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والله إن هذه لأخلاق الأنبياء. هكذا كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإساءة، هكذا كان يتعامل الصحابة مع الإساءة، هكذا كان يتعامل التابعون مع الإساءة. أيها المؤمنون، العفو يجعل العداوة محبة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في جماعتنا، اللهم بارك في مجلسنا، اللهم بارك في مسجدنا، اللهم بارك في إخواننا، اللهم احفظنا من هذا الوباء، اللهم احفظنا من هذا الوباء، اللهم عجل لجميع المرضى بالشفاء العاجل، اللهم شفاء لا يغادر سقما ولا يترك ألما، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالرسالة، شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت قدامنا وانصرنا عن القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظ لنا ديننا، اللهم احفظ لنا جماعتنا، اللهم احفظ لنا أمتنا، اللهم احفظ لنا أمتنا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقبضنا إليك لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم لا مبدلين ولا مغيرين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أصلح أبناءنا وأصلح بناتنا وأصلح نساءنا وأصلح أسرنا. اللهم اجعلنا من العافين عن الناس، اللهم اجعلنا من العافين عن الناس، اللهم اجعلنا من العافين عن الناس. اللهم ارزقنا خلق العفو، اللهم ارزقنا خلق الصفح، اللهم ارزقنا خلق التسامح. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، متزاورين فيك، متباذلين فيك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، التزموا بالنصائح الصحية وبالنصائح الطبية. المريض يلزم بيته أيها الإخوة الكرام، وني نجي هرشن هذه قيم ذي هدات الناس، وني تشان يجي خف الناس اللي صار واحد قصص وتجيف هذه قيم ذي هدات الناس، وايد راح خذ مزيدة، وايد راح خذ حونة، وايد راح خشي مشان نغني. بارك الله فيكم، لأن في كل يوم نسمع عن إخوان لنا في المستشفيات، ونسمع كل يوم يموت 5-6 ديال الإخوان ديالنا في هولندا بسبب هذا المرض. أيها الإخوة الكرام، فلا تستهزئوا بهذا المرض، لا تستهزئوا بهذا المرض، ولا تهونوا من أمره. اسألوا الله العافية، اسألوا الله السلامة، اسألوا الله السلامة، والتزموا وحافظوا على نظام المسجد وعلى نظام المؤسسات التي تذهبون إليها، والتزموا بما تأمر به الوزارة وبما يأمر به ديننا الحنيف. تسلموا في دينكم، وتسلموا في بيوتكم، وتسلموا في أسركم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.